عملت شبه إحصائية كده على معظم الأسئلة أو على الأسئلة اللي بتجيني سواء على الانستجرام أو حتى على الفيسبوك، لقيت إن نسبة كبيرة قوي فيها إزاي أنتقم من شخص أو عاقب شخص. أكيد اللي عايز ينتقم من شخص يعني هو أذاه بشكل أو بآخر. الإيذاء ممكن يكون اجتماعي، ممكن يكون مادي، وليه صور كتير قوي، بس الشائع والأشهر الأذى العاطفي. حد أذانا عاطفية وعايزين إن احنا يعني زي ما احنا بنقول كده نعلمه الأدب أو ننتقم منه أو ناخد حقنا أو نشفي غليلنا بالمصري زي ما احنا بنقول. إزاي ممكن نعمل ده واحنا قاعدين مكاننا كده وبروقان؟ وإيه أنسب طريقة ممكن نعمل بيها كده؟ يلا بينا. اهلا باجمل الناس في الدنيا، برحب بيكم. يا ريت الجديد سريعا كده عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وكالعاده يعني دوسوا لايك عشان ايضا حلقه من الحلقات مش هقول مهمه بس انتوا بتطلبوها كتير يعني. وتعالوا بينا نبتدي وندخل في موضوع حلقتنا. تعالى نفترض كده هيحصل سيناريوهين لاي حد بيتظلم. تعالى ناخد سيناريو مع بعض كده ونشوف لو انت انخرطت في السيناريو ده ايه اللي هيحصل. اول حاجه ان انت، خلينا نتكلم على الظلم العاطفي لأنه أكتر ما يشغل الناس خاصة في قناتنا. أنت لو زعلت واكتئبت وحزنت وعشت على أمل الرجوع وعلى أمل شيء أنت من داخلك ومن يقينك وبعقلك عارف إن هو لن يأتي، إيه اللي هيحصل؟ افترض معايا وبالعقل كده، أنا مش عايز أقول يعني قواعد مبهمة، لا لازم اقنعك او اقنعك معايا في الحالة دي. ايه اللي هيحصل؟ حالة نفسية بتسوء، حالة اجتماعية بتسوء، بدأت تنعزل، بدأت تدخل في مرحلة من مرحلة التوهان، ما انتش حاسس باللي حواليك، مش حاسس بالناس، كل الناس شايفاك مكتئب، شايفاك متاخد، سرحان، عايش في دور الضحية. خاف قوي، خاف قوي لا توصل معاك ان انت تصبح عايش في دور الضحية. وانا عايز اقول لكم على حاجة، طبيعة الانسان والطبيعة البشرية محدش فينا بيستحمل الانسان اللي هو كده. الانسان اللي تلاقيه مهموم ودايما حزين ودايما مكتئب ودايما يصدر لك طاقة سلبية لما تقابله او تقعد معاه او تكلمه، بالله عليك ايه اللي هيحصل؟ هتبقى حابب تكلمه؟ هتبقى حابب ان انت تقعد معاه؟ يعني هتقول يا عم مش ناقصة، كل واحد في اللي مكفيه، انا هروح للشخص ده ليه؟ انا ناقص اكتئاب، انا ناقص حزن، صح؟ يبقى هيبص يلاقي الناس واحدة واحدة بتنفض من حوله، مش عايزين يقعدوا معاه، بيتهربوا منه، فتبدأ حالته تزداد سوء، ويبدأ يشعر ان هو غير مرغوب فيه، وان هو جه الدنيا غلط، والناس كلها مش حباه، والناس كلها مش طايقاه، وانه ملوش حظ، مش كده ولا انا بتكلم غلط؟ يعني وصلت لمرحلة يرثى لها، بقيت الناس بتشفق عليك، انت تحب كده؟ ما انت خلاص اصبحت في دور الضحية. طب تعالى بقى نشوف الطرف اللي ظلمك، وانت تفتكر لما انت توصل للحالة دي من السؤال، اولا انت لو في دراسة مش هتتفوق، مش عايزة كلمتين، لو انت في عمل وفي شغل هتفشل، ما انا بجيب لك من الاخر يعني، لو انت فضلت بالحالة دي مع صداقاتك وعلاقاتك الاجتماعية برضه هتفشل، ما احنا لسه قايلين، حتى لو حد حب ان هو يقرب منك او يرتبط بيك برضه هتفشل، مش كده ولا انا بتكلم غلط؟ طيب اخينا التاني بقى، الطرف التاني لما يشوفك وصلت للحالة دي تفتكر ان هو هيفكر ان هو يرجع لك، او هيقول انا خسرت حاجة كبيرة قوي، او هيقول غلطة عمري ان انا فرطت في الشخص ده؟ بالعكس، ده هيبدأ يقول لنفسه مبرر، ما هو الانسان دي طبيعته يخلق دايما الاعذار لنفسه، هيقول شفت، بيقول لنفسه بقى شوف حاله عامل ازاي، لو انا كنت كملت مع الطرف ده كان زماننا وصلنا للمرحله دي. يا ساتر، كله مش طايق ان هو يقرب منه، كله مش طايق ان هو يكلمه، شوف حالته عامله ازاي، فشل دراسيا وفشل ماديا، انا كنت اهبل، انا مجنون، انا ايه خلاني اصلا كنت اتعرف على شخصيه زي دي، او ان انا احاول او افكر اكمل مع شخصيه زي دي. انا بديكم النتيجة اللي ما فيهاش نقاش، اللي حتميا انت هتوصل ليها لو استمرت على كده. يبقى ده السيناريو الاول، وللأسف ده السيناريو اللي المعظم بيقع فيه. تعالوا بقى نشوف السيناريو التاني. خد لك فترة مع نفسك احزن فيها براحتك،
لأن طبيعة بشرية ووضع طبيعي مش هتبقى أنت لسه مجروح أو متخان أو مظلوم وأنا أقول لك تاني يوم عيش حياتك. خد لك فترة، خد لك أسبوع، خد لك شهر، يعني خليك في الرينج ده، وبعدين تعالى كده نشوف ربنا بيقول إيه. ده ربنا بقى اللي بيقول، مش محمد أبو زيد ولا حد مثقف ولا حد، يعني معنى اللي ربنا بيقول إن الكلام ما فيهوش نقاش، ما فيهوش أصلا إن أنت تسأل ده صح ولا غلط. بيقول لك إيه؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وبيقول لك تاني في آية تانية وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لكم. واخدين بالكم؟ ده ربنا اللي بيقول، اللي خلقك وخلق اللي ظلمك وخلق الكون كله وعارف اللي هيحصل لك قدام. ما تفكر يا أخي أو تفكري في الآية دي، هو القرآن ده نزل ليه؟ مش دستور؟ مش عشان احنا لما نمر بمشكلة نرجع له؟ المفروض ان هو يكون في بالنا على طول، بس على الأقل في المواقف اللي زي دي افتكر حاجة زي كده. طيب دي حاجة هتقويك والله وهتساعدك. تاني حاجة، اثبت للطرف الآخر ولنفسك الأول ان انت أقوى من أي حاجة. قول له بشكل indirect، يعني بشكل غير مباشر، ان العكس اللي كان ممكن يحصل لي لو انا كنت كملت معاك هفشل. هي المعادلة بتتحسب ازاي؟ هو بيبدأ يبص، لو لقاك ان بعد ما سابك انت بقيت اسوأ يبدأ يقول كان هيجرني ويخليني انا كمان اسوأ، ولو لقاك بقيت افضل يبدأ يندم وتنزل عليه الحسرات تلو الحسرات ان هو فرط فيك. اي واحد فينا عنده على الاقل نص فرصة يقدر ان هو يشبط فيها. في مقولة جميلة قوي بيقول لك يعني احذر نيل الفرصة قبل فواتها. خلي بالكم من الكلام، كلام من ذهب، ان بلوغ العز في نيل الفرص. عندك فرصة، انت دلوقتي معاك علامك دي فرصة، معاك شغلك ممكن تطور منه دي فرصة، معاك تجارتك، معاك شبابك، معاك جمالك، معاك صحتك. هي كل دي مش فرص يا جماعة ولا أنا بتكلم غلط؟ ما تشتغل عليها، ما تطور نفسك أكتر وأكتر وأكتر، الاستمرارية تولد النجاح. عمرك في حياتك ما هتداوم على الاستمرارية في حاجة وتعمل اللي عليك فيها والله وما هتنجح أبدا. لكل مجتهد نصيب، وده ربنا تاني بيقولك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هتشتغل هتتعب ليك أجر، مش أنا برضو اللي بقول، مش محمد أبو زيد اللي بيقول، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. الموضوع سهل جدا والله العظيم، بسيط جدا، أبسط مما تتخيل. أنت ليه تبكي على شخص هان عليه بكاك؟ يعني أنا هسألك سؤال أو هسألك سؤال، الشخص ده مش عارف إن لما أنت أو هو هيسيبك إن أنت هتحزن وهتدمع وهتعيط وهتتألم، عارف ولا مش عارف؟ ردوا عليا، عارف مش كده؟ ومع ذلك قرر ايه؟ ما اللي يحصل يحصل، ما يزعل. بذمتكم اللي زي ده يستاهل ان انت تبكي عليه؟ او يستاهل ان انت تقعد ان انت توقف حياتك كلها عليه؟ يبقى اكبر عقاب للشخص، نجيب الخلاصة بقى، ده ان هو يشوفك بعد ما سابك بقيت افضل، بقيت افضل لو في حاجة واحدة بس بتتطور. الحاجة الواحدة دي هتنعكس على كل حياتك. وشفنا والحياة مملوءة بالنماذج، الناس اللي ما كانتش لاقية تاكل عفوا في اللفظ بقت من أغنى وأشهر وأقوى الشخصيات على الساحة عالميا. ليه يا أخي ما تبقاش واحد منهم؟ يعني ليه ما تاخدهمش أمثلة يحتذى بيها؟ هما كانوا زيادة عنك في إيه؟ هما صدقوا نفسهم، هي الفكرة بس إن أنت تصدق نفسك. لو أنت صدقت نفسك هتوصل، مش في حاجة بتقول لك صدق نفسك تتصدق. أنا عايز أقول لكم على حاجة، فقد الشيء لا يعطيه، ودي حاجة ما فيهاش خلاف. لو أنت ما عندكش ثقة في نفسك استحالة حد يثق فيك. عارف أنا لو بتكلم معاك وبنصحك ومهزوز وما عنديش ثقة في الكلام والله ما هتصدق كلامي، والله ما هتقتنع بكلامي. هي كده، بس النفس البشرية طباعها ونظرتها في الآخرين معروفة. أكبر عقاب إن أنت تنجح، إن أنت تتفوق، تتطور، تتقدم، ودي تقدر ان انت تعملها. مثل بالإيحاء في البداية كده، هيكون صعب عليك ان انت تعمل، مثل بالإيحاء، اوعى ابدا ان انت تصدر إيحاء
ان انت حياتك بتتكسر. ده عمره ما يكون عقاب، ولا هيحن ولا هيرجع. واذا رجع، ده لو رجع يعني، هيكون عطف ومن باب الشفقة عليك. حد يقبل كده؟ هختم حلقتي وكلامي معاكم لاني بخاف جدا عليكم وعلى مصلحتكم، وربنا يعلم يعني انا اي حاجة بكون عارفها بتمنى لو فيها فايدة ان هي توصل لكم. في ناس ممكن تقول انا ما عنديش فرص وانا حياتي متدمرة، طب برضو ربنا اللي بيقول وان تعدوا نعم الله لا تحصوها. مهما كنت شايف نفسك ما عندكش نعم، ربنا بيقول لك اهو. اي واحد في الدنيا ما استثناش، ما استثناش، ما قالش الاغنياء يعدوا النعم مش هيحصوها، ما قالش اللي احنا اديناهم مميزات، ده قال للناس كلها، مخاطب الدنيا كلها، كله، الفقير والغني والثري والشجاع والقوي، كله بيخاطب بيقول لهم اي واحد فيكم يعد المميزات اللي عنده مش هيعرف يوصل، مش هيعرف يعدها من كسرتها، مش هيعرف يوصل لعدد. فتش يا اخي جوه نفسك، فتش، شوف ايه اللي عندك تقدر من خلاله ان انت توصل للي انت عايزه. على فكرة مفيش حد بيفشل الا بمزاجه، اللي بيفشل هو اللي بيقول انا عايز افشل، هو اللي بيقول انا هعمل ايه. عارفين المثل اللي بيقول العين بصيرة والايد قصيرة؟ لو انا قلت زي ما انا بقول يعني مثل، هو اللي بيمشي بالمنطق ده هو اللي بيدخل في بينزلق وبيتشد لتحت وما بتقوملوش قومة بعد كده. حاول دايما، حاول دايما، ربنا زي ما قلت مش عايز اكرر الكلام، قال إنا لا نضيع اجر من احسن عمله، كل ما هتتفوق كل ما هتتقدم كل ما هتبقى اميز ويبان عليك النعمه، كل ما الطرف الاخر او اللي ظلمك بشكل عام هيتحسر ويحس ان هو اللي عمله فيك ده ما جابش نتيجه، ويحس ان بعده عنك ده هو السبب في اللي انت وصلت. يعني والله الحلقة دي اتقال فيها كلام ياما، بس أنا بخاف إن الحلقة تطول زيادة عن اللزوم، يعني وقتكم أكيد غالي وأنا ما بحبش إن أنا أطول عليكم. رجاء دوسوا لايك، انتوا شايفين الحلقة مهمة، عايزين يمكن نفيد حد يكون مثلا رايح لمرحلة لا قدر الله مش كويسة، ممكن لما يسمع الحلقة دي يقدر إن هو يستفيد منها حاجة. بحبكم جدا، هتوحشوني، بعتذر الحلقة اتأخرت يوم، وإن شاء الله نلتقي بكرة، تصبحوا على خير.